أعمل سائقا في شركة، وعملي هذا يقتضي أن أكون مسافرا دائما، فهل أقصر من الصلاة دائما؟ المسافر الذي سفره دائم هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون له وقت يرتاح فيه من السنة، يقيم بعض الوقت، يقيم بعض الوقت مثلا له إجازة يستريح فيها، أو له مدة يجلس فيها ويستريح من السفر، فهذا نعم يفطر ويقصر الصلاة لأنه مسافر، وهو أولى بالرخصة من الذي سفره بعض الأحيان، ويقضي في الفترة التي يرتاح ويقيم فيها من السنة. هذا المسافر متكرر السفر الذي له إقامة في بعض السنة. القسم الثاني من ليس له ارتياح أبدا، دائما في سفر وليس له فترة يرتاح فيها أو يقيم فيها، فهذا يصوم ويتم الصلاة لأنه ليس له فترة يقيم فيها من السنة، بل كل ودهره مثل الملاح، يقولون ملاح السفينة الذي ليس له إقامة في بلد ولا ينوي الإقامة في بلد، وإنما بلده سفينته، فهذا يصوم ويتم الصلاة.